مرحبا مرة ثانية يا أصدقائي، هذه أنيسة روبنسون واليوم سوف نتعلم عن الدقيقة. قولوا معي الدقيقة. الدقيقة أو اليد الطويل، اليد الطويل ليس اليد القصير. ما هو اليد القصير؟ هذه الساعة أو الأور، ولكن اليوم نتكلم عن اليد الطويل. اللون الأزرق، اليد الأزرق أو minute hand، نقول الدقيقة. طيب، فلما تنظرون إلى هذه الساعة نرى أن كل رقم نزيد انظروا 5 دقائق، فنعدد بكم؟ 1، 2 أو 5، نعدد بـ5. فنبدأ هنا على 0، 0، انظروا 5، 10، 15، 20، 25، نصف أو 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60 أو الساعة. نعم، فلما نرسم هذه الساعة من جديد سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، طيب نعرف أننا نزيد 5 دقائق، 5 minutes every time you're going around. فعندنا 5، ten، 15، 20، نعم، 25، 30، 35، 80، 35، 50، 55، 60. So how many minutes do you think are in an hour? 15، 15، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60. أني سرامت، أحسنتم يا أصدقائي. فهناك 60 دقيقة في ساعة واحدة. طبعاً عندنا اليد القصير الذي هو الساعة مثل ما تعلمنا يوم الاثنين، ولكن اليوم نتكلم ليس عن الساعة ولكن الدقيقة. نعم، نتكلم عن الدقيقة أو المنت، اليد الطويل. نعم، اليد الأزرق، هذا اللون الأزرق. نعم، فعلينا أن نتعلم أن لما ننتقل، لما نزيد، when you add minutes every time you move to a new number، نزيد 5. ف what time could this be؟ خلينا نفكر. طيب، لما ننظر إلى اليد القصير نرى 1 PM، نرى الساعة الواحدة. وكم دقيقة؟ How many minutes do we have here? Oh, okay, at 12, it's 0 or 60. And when we move to 1, it's 5 minutes. So we have 1:05. We have 1 hour and 5 minutes. It's 1:05 PM or 1:05 AM. نعم، هي الساعة الواحدة وخمسة دقيقة. وخمسة دقيقة. طيب، فدايما دايما دايما ننظر إلى اليد الطويل
نبدأ في 12 ونعدد بخمسة. 15, 15, 20, 25, 30. ممتاز. ودائما نعرف إنه 12, if both hands are at 12, we have 12 o'clock. نعم. الساعة الثانية عشرة يعني الساعة الثانية عشرة فقط. طيب. ف let's look at an example together. Okay. Okay. So what time could this be? So first thing that we have to do, الخطوة الأولى, ننظر إلى الساعة. طيب. وأنتم دائما تريدون أن تنظروا إلى الرقم قبل الساعة. ليس بعد. قبل ليس بعد. You want the number before it and not after. فأنا أرى الرقم الثانية عشرة. نعم. طيب. عندي الساعة, the hour, ولكن الآن أريد الدقيقة أو الminute. فالدقيقة على ثمانية. So it's 12:08, Miss Robinson. هي الساعة الثانية عشرة وثمانية دقيقة. لا, هذا ليس صحيح. عليكم أن تتذكروا أننا نعدد بخمسة عشرة, خمسة عشرة, عشرون, خمسة وعشرون, ثلاثون, خمسة وثلاثون, أربعون دقيقة. فالساعة, الساعة الثانية عشرة, 12 o'clock, and 40 minutes, 12:40, وأربعون دقيقة. طيب. So, بالبيت, I want you to get back out your plate. And you can see I've actually colored my straws here. لونت هذه. And I want you to practice making different times with your مع الساعة وأيضا الدقيقة. I want you to make 12 different times. Okay, I want you to try 12. Let's try 12:30. 12:30. Nam. Mhm. And draw a picture of it. And then we can try 1:30. الساعة الثانية ونصف. الثالثة ونصف. الرابعة ونصف. Mhm. 5:30. Six thirties, سبعة ونصف, ثمانية ونصف, تسعة ونصف, عشرة ونصف, إحدى عشر ونصف, والساعة الثانية عشرة ونصف. نعم. طيب. حظ طيب وشكرا جزيلا.